السلام عليكم بنات، كيف الحال؟ كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال، واللي عنده الصباح صباح الخير، واللي عنده العشيه مساء النور. كنتمنى كاملين بكم تكونوا على خير. طولت عليكم الغيبه، انا عارفه بالحق بسبب الظروف. المهم اليوم جيت نهضركم على انواع الكليان. كاين النوع الاول ديال الكليان، هذاك النوع ما كيحكر، ما كيفيري فيه، كيكتفي بك انت تقول له او انت تقول له هذه الحاجه مزيونه وتوريه لي زافونتاج ديالها وتوريه لي ديتاي لي بيتي ديتاي ديالها، وتقدر انت كتوري هذوك لي ديتاي وديك الكليانه ما كتنتبهش، ولا داك الكليان ما كينتبهش اصلا حيت ماشي خدمته ما عرفش. المهم عارف الحاجه في المنظر مزيون، ما كتلقى معاه حتى مشكل، جيت كتجي الحاجه مزيونه كتجي معاها اولا معاه، كيشدك هذا ويتقضى عندك بكل فرح وكيمشي فرحان ويعاود يرجع. احنا كاملين بينا كيعجبنا هاد الكليان. كاين الكليان الثاني، الكليان الثاني هو خصو الجوده وخصو الثمن المناسب وخصو السلعه مزيونه، ماشي خصو غير يخلص ويمشي ولا غير يدي اي حاجه، خصو يدي حاجه يكون ادق التفاصيل ديالها يكونوا مزيونين، يكونوا متولين، يكونوا تكون لا كاليتي طبيعه الحال. هذاك الكليان اللي كيبغي لا كاليتي هذاك ما تزباليش معاه، يعني الا جاتك شي حاجه بسيطه ماشي هي هذيك خويط خارج، هذاك الخويط الا ما قطعتيهش ما تعطيش لهذاك الكليان، حيت انا داك الكليان كيجي داك الخويط خارج شنو كيقول له عقله؟ هذاك راه ديفو، هذاك كيخلص كيعطيك الثمن ولكن خصو لا كاليتي. يعني هو ما كي بهذا المعنى ما كيطلبش العيب، ما كيطلبلكش شي حاجه اللي مستحيله، يعني هو كيخلص فلوسو خاصو داك الشيء فاش مخلص يكون على هو على مزاجو هو كيما باغي هو، ماشي تجي وتعطيه اي حاجه، يعني خاصو الاتقان. كاين واحد الكليان كيما عطيتيه الحاجه ما كيقول مسكين حتى حاجه، كيقول لك مزيونه ما كيتشطر معاك ما كيصدعك ما والو، المهم خاصو مثلا في الدومين ديالنا حنا جلب، المهم خاصها ولا خاصو جلابه صافي، ديك التفاصيل وهذا زوينه خايبه. هو بطبيعه الحال حنا اللي كنخدموا في هذا الدومين خاصنا يكون عندنا اتقان، يكون عندنا واحد لا كاليتي في الخدمه في ادق التفاصيل ياك. المهم هذاك الكليان سواء عطيتي حاجه زوينه سواء عطيتي خايبه، المهم كتعطيه صورتك بهذا المعنى. يمكن هو ما كيعرفش بالحق، ملي غيشوفوا الناس يقول له من عند من جبتي هذه ولا من عند من خدمتي هذه، ويقول له من عند فلانه، فهذيك هي صورتك خاصها تكون مزيونه. كانت عطيتي حاجه خايبه راه صورتك غتبان خايبه للناس اللي غيسولوه، عطيتي حاجه مزيونه راه صورتك غتبان مزيونه للناس اللي غيسولوه. كاين واحد الكليان على جوج مرات نعاودوها، هذاك الكليان اللي كيكون ذكي اولا، ثانيا كيبغي ياكل لك حق. اول حاجه هذا هو الكليان اللي جيت نهضر معاه عليه انا، ونهضر حتى معاه الا كان شي حد كيتفرج في هذا الفيديو من هذا النوع ديال الكليان، جيت نهضر حتى معاه. كاين هذا الكليان اول حاجه بدا اول حاجه كتجيب التوب ديالها، هذه الكليانه هذه كتجيب لك التوب ديالها، كتشد من التوب ديالها كتبداي تخدميه، ولا قبل ما بداي تخدميه كتقول لها اعطيني العرض، كتقول لك واعيله صاحبتي ما بيناتناش. هذه اللي كتقول لك هذه الكلمه بالضبط البنات، تاكد ان البياسه ديالها غيطراو لك فيها جميع انواع المشاكل باش تقني. هذه اللي ما كتبغيش تعطي العربون، عرف ان بياسه غيطراو فيها جميع انواع المشاكل، ما غتجي انت تفك داك الانواع ديال المشاكل اللي في هذيك البياسه حتى غيشهد الله عليك ياك. وفاش غتفك هذوك انواع المشاكل اللي طرات لك فيها كامله وغادي تديها لها، هنا غتبدا اللون ماشي بحال اللون، كتخليك على الديفو ديال اللون، كتقول لك اللون ديال الحل ماشي بحال اللون ديال الخدمه، واخا تقنعها بجميع انواع الطرق هي متاكده ان هذاك اللون راه هو هذاك اللون، هي ما بغاش تخلص من الاخر، غتقول لك اللون ماشي هو اللون، ما بقاتش اللون غتقلب كما قلنا على شي خويط خارج، هذاك خويط خارج تقول لك صاحبتي طلبتي لي الثمن، هذا الثمن ماشي ديال هذه الخدمه باش تنقص لك واحد النص ولا الربع ولا عشر ما نقصت لك مزيان، هادشي اللي ما كاين حتى شي ديفو، يعني ها خويط ولا شي حاجه. او غادي ما غتلقى ما كاينش الديفو وغتجبد لك هي الديفو ياك، ما كاينش مشكل وغتجبد لك هي المشكل ياك، وغتقلب على جميع انواع المشاكل اللي تخرجوا في هذيك البياسه باش ما تخلصش، وتبقى تلوح تقول صافي غير خليها ما عندي ما بيع دبر لما تبيعها، واش باش انت كتولي كتقول المهم انا اعتقد نفك البياسه عليا اللي عطاتني هو هذاك، واخا حيت انت كتكون شاداها بلا عربون. هذا هو الاول،
هذا اكبر غلط ممكن ترتكبوها البنات او بالنسبه للدراري اللي كيخدموا في الخياطه. وعندي في فلاشين يوتيوب ديالي متبعيني راه وفي اي دومي كيتحتاج فيه العربون، هذيك لا كليونت اللي ما غتعطيكش العربون ما تشدش منها لا بيس، حيت الا شديتيها منها راه ما غتخلصش. شكون متاكده غتسنى حتى الاخر وغتخلق لك الديفو، وهي اصلا ملي كتكونش عاطيك العربون انت كتقول ويلي رانا زعما الكليان بحال. وشكون بعدا معاد ملي كتجي هذيك القضيه انت كتقول ويلي الكليان بحال بعضهم، يمكنش الناس غتاكل عرق الناس ولا ما غتبغاش او ماشي ديال وجهها، كتكون شي كليان اللي زعما بخير ما خصها حتى شي خير، انت كتير كتقول واه ماشي مخصوصه هي باش غادي تدي لي رزقي ولا غادي تدي لي سلعتي أو, او 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 يعني كتبان لك يعني ميسوره ما تقدرش ديرك ديالك. هذيك اللي كتبان لك ميسوره هي اللي ما تبغيش تعطيك العربون، ومني ما تبغيش تعطيك العربون راه ما تبغيش تخلص في الاخ. كيجي كاين النوع ديال الكليان اللي كيجي كيقول لك او غاليه، شحال ما قلتي لك كتقول لك او غاليه انت كتغلي. قلنا هذاك الكليان اللي كيقول لك كتغلي، انا لقيت هذه البياسه ديالك غير بالثمن الفلان فلاني، او الثمن غالي و المهم بحال هاد الهضرات، وهاد الخدمه ما كتستحقش هاد الثمن، وهادي هادي انت خاصك تبقى شاده في الثمن ديالك. هذا هو التعامل اللي تقدر تتعامل معاه، انت تبقى شاده في الثمن ديالك، حيت انا بطبيعه الحال تكون انت كتعمل شي ثمن معقول مقارنه للخدمه اللي كتخدم، يعني يكون كيستحق هذيك الخدمه اللي كتخدم. توريه تقول له انت تقدر تلقاها في الشكل بحالها ولا اللون ولا، ولكن هالاختلاف مثلا ها حنا ها كيفاش كنخدموا، ها كيفاش كنخدموا، ها طريقه الخدمه ديالنا، ها شنو عندنا زايد، ها شنو عندنا زعما ما شنو اخطاء اللي ما كنعملوش، هادي هادي. المهم كتوري ديك التفاصيل، اقتنع فاذا به يعني مرحبا به، الا ما اقتنعتي يضرب لك هو الثمن في النص ويقول لك انت كتغلي، واياك طيح في هذاك الفخ وتمشي تهبط معاه من الثمن او تنقص الثمن وتقصح راسك، بهذا المعنى تقصح راسك باش تكسبو. هذاك راه عمرك ما غادي تكسبيه، هذاك الكليان جا غير باش يهرسك. هنا هذاك الكليان توريه التفاصيل ديالك، توريه كيفاش كتخدم، توريه قال لك كتغلي قول له مرحبا هادشي اللي عندي، اقتنع راه هو اصلا غيمشي وغيرجع مني غتوريه هذوك التفاصيل باش تكونوا عارفين. حيت اولا الرزق على الله البنات، ماشي باش تكسبوا تقول اري واخا اي شي حاجه بسيطه تربح ولا كاع والو عين خرج غير متعدله وما نخسر شي كليان. لا هذاك الكليان غير خسرو خليه يمشي فحالو، حيت الا كان رزقك راه ما غيمشيش فحالو، وحتى يمشي وغيرجع. الا كان ماشي رزقك راه واخا تشدو راه ما غياخذش من عندك، فاش غترخص هذيك البياسه انت كترخصها باش تكسبو، وهو شنو غيتوقع انك رخصتي؟ اذا فعلا انت ما عندكش لا كاليتي. اذا هذاك الكليان الا كان رزقك انا قلت لك غتبقى مثبته في ثمنك اصلا. مثلا انا بدا بالنسبه لي انا نضر راسي الاثمنه اللي كنعمل ما كنبقاش شي منها بزاف، الا شي كليانه صديقتي عزيزه عليا كنعرفها كليانه زوينه كتخدم عندي بزاف كنقدر نخص واحد 50 لو ماكسيموم صراحه، ما كنفوتش هاد القضيه هادي. تنتو ما قدرتو كان شي كليان بحال هكا، انا بعدا كنهضر على راسي، كان شي كليان زوين عزيز عليكم تيلا عملتي هاد القضيه، كان شي كليان اللي مثلا اول مره وباغي كيستفزك كيقول لك لا وانت كتغلي وراه لقيت بحال غير بهذا الثمن، انت عارفه او انت عارفه ديك الخدمه راه ما يمكنش تكون بهذاك الثمن، يعني كيضرب لك مزيان هذاك الثمن يقول لك انا لقيتها غير بالقد القداشي باش انت تقولوا كيفاش الناس دايرين لها الثمن وانا دايره لها الثمن، لا راه ما يمكنش، حيت انا لا كاليتي كتختلف ديال الخدمه. مثلا نعطيكم مثال بسيط، مثلا في الدومين ديالنا حنا كاين شي خدمه كتلقى اللون في حاله الطرزه تقريبا في حاله ياك، ولكن الاختلاف في الخدمه بحال مثلا انا كنعمل في حوايجي كنجي القب كنخدمو من برا ومن الداخل، هادي ما كيعملها الا اللي كيخدم باليد ياك، كتلقى مثلا هي كتبان لك بحال بحقني عاد تشوف القب غتلقاه مخدوم اما من برا اما من الداخل. ثانيا كتلقاه مخدوم بالسفيفه، السفيفه راه بواحد الثمن اللي ناقص بصراحه باغابوغ للدفيره والدفيره ديال اليد، وكتشدي تخدميها وتخدميها بحال شكل خدمه اليد باش تجي على الكليانه الثمن مناسب، وفي نفس الوقت في الشوفه تجي بحال خدمه اليد. كتجي القب كيكون عندك مخدوم من الداخل ما مدوش بالماكينه مدوز بالطراسم، كتجي القب من برا ومن الداخل مدوبل، كتجي الكمام مخدومين كاين بعد لكم كنخدموه يعني باليد كنديروا له لوغلي ديالو باليد باش كيجي المنظر ديالو بحال اليد. وحده كتلقاها مدوزه السفيفه طق مدوزه ديك القياس ديال السفيفه، السفيفه بطبيعه الحال رخيصه وسهله في الخدمه بزاف، الوقت اللي كدوزو لك بياسه ديال الطراسم وديال الضفيره اللي كدوز فيه
بياسه ديال الطراسم والضفيره كدوز فيه ثلاثه بياسه السفيفه، راه غتدخل لقيت بحال ولكن انت عارفه ان ما يمكنش تكون بحالها، غتكون سفيفه بهذا المعنى، غتشرح لي بحال هكا. اقتنعت او اقتنع الكليان هو هذاك، ما اقتنعش ما تهبطيش الثمن، حيت انا قلت لك الا كان رزقك راه يمشي ويدور، ملي غتوريه التفاصيل غيعلقوا في الذهن ديالو، غيلصقوا في راسو وغيمشي وغيشوف غيقول اه بصح عنده ولا عنده الصح وغيرجع عندك. ياك ما كانش رزقك راه ما غيرجعش عندك، واخا تنزل الثمن، داك الثمن اللي دايرين كيقول لك السوق مثلا في هذا القد وهذا القد، واخا تنزل تما يقولوا مادام هي كتقول لي ان هذيك ماشي نفس الكاليتي، اذا هي ما عندهاش الكاليتي او تو ما عندوش الكاليتي. اذا هذا الكليان اللي كيقول لك كتغلي خليك في الغلا ديالك، غير هو يكون الغلا ديالك معقول كيستحق، الخدمه ديالك كتستحق لهذاك الغلا اللي هو جاه غالي، حيت لان كاين واحد اخر هذاك الثمن غيجي مثلا رخيص، كاين واحد غيجي متوسط، كاين واحد غيجي ميم انه الثمن شويه ولكن يعني يستاهل الخدمه هذيك اللي فيها، هذيك الخدمه اللي فيها هذاك الثمن تستاهل. صافي هذه هي النصيحه ديالي لكم، وتبارك الله عليكم، وان شاء الله ديروا لي لايك ولي كومونت، واللي بغات شي سؤال تحطوا لي كومونت غنجاوبها فيديو، وان شاء الله غادي نبقى معكم هذه الايام تقريبا كل مره فيديو كل مره فيديو. وكنتمنى كاملين بكم تكونوا في احسن حال وبصحه جيده وبسلامه عليكم.